أخبار اليوم. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا مشاهدي بوابة أخبار اليوم، نشرة إخبارية يقرأها عليكم محمد عوض. أبدأها بالعناوين. السيسي مهنئا المصريين عبر الفيسبوك ذكرى تحرير سيناء تؤكد عظمة مصر. مدير أمن القاهرة يتفقد ميدان التحرير تزامنا مع احتفالات سيناء. محافظ الفيوم يشارك المواطنين احتفال بعيد تحرير سيناء. محافظ شمال سيناء يضع الزهور على قبر الجندي المجهول بالعريش. عرض عسكري بالمنيا احتفالا بذكرى تحرير سيناء. الصحة لا وفيات أو إصابات تعكر صفو احتفالات ذكرى تحرير سيناء. احتفالات في شوارع القاهرة بمناسبة أعياد تحرير سيناء. عشرات المواطنين يحتفلون بأعياد سيناء أمام نقابة الصحفيين. هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين الشعب المصري بذكرى تحرير سيناء عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، حيث كتب الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك: في ذكرى تحرير سيناء الغالية أتقدم للشعب المصري العظيم بالتهنئة على تلك الذكرى الخالدة التي أكدت على عظمة وعراقة الدولة المصرية. واختتم الرئيس تدوينته بهاشتاج عيد تحرير سيناء. تفقد اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة ونائبه حكم دار القاهرة اللواء جمال السعيد ميدان التحرير ومنطقة وسط البلد بالتزامن مع ذكرى احتفالات عيد تحرير سيناء. شارك محافظ الفيوم مستشار وائل المكرم جموع المواطنين احتفالاتهم بالذكرى 34 لعيد تحرير سيناء بحضور اللواء ناصر العبد مدير الأمن واللواء خالد جبرتي سكرتير عام المحافظة واللواء محمد حمود سكرتير العام المساعد وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية. حلقت طائرات حربية فوق سماء مدينة كرداسة لاحتفال بيوم تحرير سيناء العظيم، حيث قام الأهالي برفع علم النصرة وتوجيه التحية للقوات المسلحة. قام محافظ شمال سيناء اللواء السيد عبد الفتاح حرحور يرافقه مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن شمال سيناء اللواء السيد الحبال وسكرتير عام المحافظة اللواء سامح عيسى والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري الجندي المجهول في ساحة الشهداء بمدينة عريش، وقاموا بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء والصعز في الموسيقى العسكرية لسلام الشهيد، وذلك في إطار احتفالات محافظة شمال سيناء بعيدها القومية والذكرى 34 لتحرير سيناء. قدمت فرقة الموسيقى العسكرية بمديرية أمن المنيا اليوم الاثنين عرضا عسكريا وعزف أناشيد الوطنية أمام مبنى ديوان عام المحافظة احتفالا بذكرى تحرير سيناء. أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان دكتور خالد مجاهد عدم رصد غرفة إدارة الأزمات المنعقدة بالوزارة منذ صباح اليوم الاثنين أي حالات مرضية أو مشكلات صحية بين المواطنين خلال الاحتفالات بذكرى تحرير سيناء. احتفل المئات من المواطنين بالذكرى 34 لعيد تحرير سيناء، وتجمع المئات من المواطنين ببعض الميادين منها ميدان مصطفى محمود وميدان عبد المنعم رياض ومنطقة وسط البلد. ورفع المحتفلون الأعلام المصرية وصورا للرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الراحل محمد أنور السادات، وشملت احتفالات الاستماع للأغاني الوطنية من خلال سماعة دي جي أعلى سيارات نصف نقل. هذا وكثفت قوات الأمن تواجدها بالشارع لتأمين الاحتفالات، وذلك تحسبا لحدوث أي أعمال تخريبية أو إرهابية من قبل جماعة محظورة. وأمام نقابة الصحفيين بالقاهرة احتفل عشرات من المواطنين وذلك إحياء للذكرى 34 لتحرير سيناء. ورفع المتظاهرون على مصر أمام النقابة وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي مرددين هتافات تحيا مصر ويحيا رئيس السيسي وعاش الجيش المصري عاش. بهذا الخبر نكون قد وصلنا معكم مشاهدينا مشاهدي بوابة أخبار اليوم إلى نهاية نشرة إخبارية قرأها عليكم محمد عوض. انتظرونا في نشرات إخبارية قادمة. إلى اللقاء.